أشاد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح بجهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ودورها الفاعل في تعزيز أواصر التعاون بين دول المنطقة للمحافظة على البيئة ورسم استراتيجية عامة للتعامل مع التحديات البيئية المختلفة. جاء ذلك خلال احتفال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بيوم البيئة الإقليمي، حيث تم تنظيم معرض للصور والرسوم من أعمال طلاب الدول المشاركة في الفعالية. نتواجد اليوم في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وذلك الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي للمنظمة. المنظمة اليوم من 8 دول شاركت اليوم في معرض للصور، تم غرس مفاهيم بيئية لدى النش، وهذا أساس عملنا اليوم في الهيئة العامة للبيئة. نأمل برفع الوعي البيئي للمجتمع والتركيز على الأجيال القادمة بإذن الله.